الليل زميلنا كريم احمد ولقاء مع خالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي. دينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم خالد عبد الفتاح يتمنى له كل التوفيق، بطولات النادي الاهلي، بطولات لا ما كانتش تبقى خلاص، الميداليه دي اهم حاجه لان غاليه جدا يا خالد الحقيقه، اجتهدتوا وتعبتوا لعيبه رجاله الحقيقه، كنتوا على قدر المسؤوليه. قول لي التحضير ازاي للمباراه، لان المباراه صعبه فيها ضغوطات كبيره، لكن بقيمه النادي الاهلي الكبيره قدرنا ان احنا نرفع الكاس هنا في المغرب. طبعا كان ماتش صعب جدا، بره النهائي بره الارض كان ماتش صعب، ضغوطات، بس طبعا شخصيات النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه الكبيره ما حسيناش بالضغوطات دي قوي، كنا مركزين جدا جدا، بنتمرن على اعلى مستوى، اعلى مستوى في التركيز، اعلى مستوى في التمرين، ما حدش باخل باي نقطه عرق في تمرين او الماتش النهارده. نشكر اللعيبه اللي لعبت 90 دقيقه او الخمسه اللي نزلوا ادوا روح للفرقه، والحمد لله النهارده كسبنا واغلى بطوله في حياتي خدتها. جمهور النادي الاهلي اللي جه ورا الفرقه وساند ودعم، تقول له ايه؟ لان الحقيقه جمهور عظيم قوي. ثانيه يعني هم السند والدعم على طول، يعني جمهور النادي الاهلي حاجه معروفه، هم اللي بيدونا دايما الحافز ودايما في ظهرنا، بيجوا ورانا المغرب، بيجوا ورانا جنوب افريقيا، ورانا في كل حته، استاد القاهره بيجوا، الاهالي، العائلات، بنات، ولاد صغيرين، اطفال، ما فيش طبعا كلمه تقدر توصف مجهودهم، طبعا الف شكر.